يا فتح علي مرزق يا كريم. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا فوكس. فطرك متغطى على الترابيزه يا ابني؟ لا انا عايز بس ابص على النشره. نشره من امتى؟ ده انت ما بتشوفش الجورنان غير وهو مفروض على ترابيزه السفره ساعه الغدا. معلش يا بابا، ممكن حضرتك بس تاخد بريك لمده 10 دقائق بس من المسلسل عشان خاطري؟ ها، وبعدين العيش الاسود ده هو بيجي كل يوم، كلنا حفظناه معاك يا بابا والله. معلش هات لي بقى لو سمحت قناه تكون متخصصه في اخبار سوق المال والاعمال. وانت مالك ومال الناس دي يا ابني؟ انت بسم الله ما شاء الله عليك، لحيلتك مال ولا ليك اعمال. معلش يا بابا، ممكن انت كمان تاخد بريك 10 دقائق وتسيبني اسمع النشره لو سمحت؟ عايز اسمع بتمعن يعني. طيب قوم افطر الاول، الاخبار مش حلوه على بطن فاضيه. يا سيدي انا قررت اصوم اثنين وخميس. النهارده ثلاث. مش هفطر يا بابا، لو كان النهارده حتى يوم الفطار العالمي. صاحي عشان تقدرني على الصبح. طيب يا اخويا اسمع النشره بتمعن يا فالح. اسعد الله صباحكم بكل خير، اليكم هذا النبأ العاجل الغير مسبوق في سوق المال. في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سنوات لا تدركها الأبصار، وبدون أي مبررات اقتصادية معلنة أو خفية في السوق المصرية، وبرغم ظروف اقتصادية شائكة ينخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 60 قرش بحالهم والله. وبين عشية وضحاها استطاع الجنيه المصري أخيراً أنه يعملها ويعلم على الدولار يا جدعان. الله أكبر الله أكبر، الله عليك يا بلد، والله وعملوها الرجالة. شفت يا فوكس؟ شفت ايه بس يا بابا؟ الجنيه علم على الدولار. وانت فرحان كده ليه حضرتك؟ عمري ما عرفت ان في حاجة بينك وبين الدولار عشان تبقى شايل منه للدرجة دي. انا اللي عارفه ان اخر علاقة حصل بينك وبينه كانت وانت صغير، صح؟ ايام امجادك مع بنك الحظ يا بابا. مالك بقى قافش عليه كده ليه؟ عشان انا مصري يا فوكس، جنسيتي كده، اشجع فريق بلدي، انجازات بلدي، جيش بلدي، الجنيه بتاع بلدي. وهي بلدي دي ما افتكرتش المنافسه الشرسه اللي بقالها سنين لا تدركها الابصار على راي مذيعه الكوارث دي الا لما انا قررت اتاجر في الدولار. تتاجر في الدولار؟ ايه اللي بتقوله ده يا فوكس؟ ده انت يا ابني لسه راجع من اسكندريه من يومين. ما انا اول ما رجعت اتعرفت على بيبو وبابا، وفي نفس القعده حكيت له حكايه العرافه، وفي نفس القعده برضه نصحني اني اتاجر في العمله، وفي نفس القعده حسبها لي، وفي نفس القعده كسبت 20,000 جنيه وانا لسه ما نزلتش رجل من على التانيه. اي حد في ظروفي وطموحاتي العريضه كان هياخد نفس القرار بالظبط والله. يا نهار ابيض. خير؟ في ايه؟ مالك يا رندا يا حبيبتي؟ اللي حصل؟ سمعتي الاخبار بتقول ايه يا ماما؟ دي الدنيا مقلوبه. مقلوبه؟ يا ساتر يا رب. الدولار نزل قدام الجنيه بتاعنا 60 قرش في اقل من نص ساعه. طب ما دي حاجه كويسه قوي. يا نهار اسود يا ماما. ايه بس اللي هيسوده يا بنتي؟ ما الحمد لله نورت وبقت زي الفل اهو. فوكس يا ماما فوكس. الهي وانت جاهي انا مصبح بلا سيرته البعيد. ماله سي فوكس ده؟ مصيبه كبيره كبيره قوي. فوكس لسه شاري دولارات امبارح ب 100,000 جنيه بحالهم، وكان المفروض يبيعهم بعد اسبوع بمكسب ما يقلش عن 20,000 جنيه. عارفه ده معناه ايه؟ معناه انه منحوس، موكوس، ممسوس، مفيش منه راجع. وما سالتنيش ليه قبل ما تعمل العمله السودا دي يا فوكس؟ ما انا ما كنتش شايف فيها سواد، كانت مزهزهه وحلوه وفيها 20,000 في الاسبوع، يجي الدولار يعمل العمله المنيله دي على حظي انا. أنا لو الفقر مراقبني كان زماني هربت منه يا بابا، بس ده شكله التوأم ملتصق معايا. يعني أنت اشتريت دولارات كتير؟ كتير؟ ده أكتر مما تتخيل. أنا اشتريت دولارات يا بابا بمئة ألف جنيه. أكيد عملت الصح وفتحت حساب جديد بالدولار. لا طبعا. حساب إيه؟ أنت عايز مباحث الأموال العامة يسألوني من أين لك هذا؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ ده الكلام القانوني السليم حضرتك، مش كلام فارغ. قانوني؟ يبقى مرغم المشلضم هو اللي قالهولك. الله يخرب بيت القانون على مرغم، على الدولارات، على الورث، والكل كليله. امال انت حاطط المبلغ ده كله فين يا غلطه عمري؟ في الامان طبعا. وامانك ده فين ان شاء الله؟ تحت المرتبه، عشان الدولارات تفضل مفروده وشيك كده واحنا بنتداولها في سوق الاوراق الماليه. دي سمعه سوق يا بابا. سمعه الخساره بعيد عنك ولا بعيد ليه؟ دي هي السمعه اللي بتفصلها عليك شحط محط. يعني بدل ما كنت تكسب 15-20,000% خسرت 8,000 في ديله واحده. تصدق ده فوكس انت ليك حاجه لله. اسعد الله صباحكم بكل خير، اليكم تاني هذا الخبر العاجل الغير مسبوق في سوق المال. استر يا رب. استئنافا ليوم المعجزات الماليه استطاع الجنيه المصري خلال الدقائق السالفه
أن يوقع بالدولار الأمريكي خسارة فادحة جديدة. فبعد أن ارتفع عليه منذ دقائق بفارق 60 قرشاً، تمكن الآن وبلا أي مبرر مقبول أن يضاعف ارتفاعه ليصل إلى 120 قرشاً. وزغرتي يا ليمتش غرمانة بتزغرتي على إيه يا مهبوش أنتي؟ ده أنا بيتي اتخرب. الخسارة كده بقت كام يا بابا؟ بقت 16,000 جنيه وشوية يا حلزبوك. مهبوشة في عينك، وأنا مالي بخسارتك يا حبيبي. طب أعزائي المشاهدين، بقول لكم إيه بقى أنت وهو؟ كل واحد يا حبيبي يلم لسانه ويتكلم على قده. أنا حيالله حتة مذيعة بستقرا من ورقة، يعني من الآخر كده اللي مش عاجبه يروح يحلتها أنت وهو يتكلم مع المسؤولين. وإليكم أرقام تليفوناتهم أسفل الشاشة، كبيرة هي وبو الأحمر وتسد عين الأعور. ماشي، يلا بقى يا حبيبي خش عليا بالكلوز عشان الحلقة الجديد يبان. أعزائي المشاهدين، إليكم الخبر التالي. السبع لفات، السبع لفات. مد يا رند أرجوكي، الدقيقة بقت بتفرق في مصيري المالي دلوقتي. حاضر يا فوكس، دي القهوة كلها رجال. احنا مش جايين نشرب 2 ليمون ونعترف لبعض بحبنا دلوقتي يا رند؟ ها، قهوة بلدي عايزة يبقى عليها ستات ليه؟ امال انت جايبني معاك ليه فوكس؟ عشان انتي مش ستات يا رند، انتي خطبتي. يلا بقى أرجوكي. انت مرجان؟ ايوة جاي. شفت اللي حصل يا أستاذ فوكس؟ دي البلد مقلوبة. عارف يا أهواج الغبرة، انت عارف الدولار نزل لحد البدروم. ده انت اخبارك بايتة اوي يا أستاذ فوكس. بايتة ازاي يا بن آدم انت؟ ده انا لسه سامع الخبر من نص ساعة بس. التلفزيون لسه قايل دلوقتي ان الجنيه بتاعنا حبيبنا العنتيل الأعظم طلع تاني على الدولار. استحالة اللي انت بتقوله ده يبقى صح يا راجل انت. اسكتي اسكتي لو سمحتي. ما انا مش متخيلة يا فوكس، 70 قرش كمان، انت عارف ده معناه كام؟ انت جاية تسوديها في وش انت كمان؟ فين بيبو يا مرجان الزفت انت؟ خلصني. قاعد فالق نفسه من عياط على الترابيزة اللي في الركن البعيد الهادي دي، وطلب فنجان قهوة سادة وعلبة مناديل حجم عائلي. هيقرفنا بقى بعياطه ومناديله، اصلها ناقصة دموعه واهات دلوقتي. يلا يا رندا يلا نلحق نبيع له كام دولار اللي حلتنا، لحسن قلبي حاسس كده ان على بال ما نوصل للترابيزة بتاعته هنلاقي الدولار خلص من البلد. طب تشربه يا أستاذ فوكس؟ هات لنا اي سم هاري، بس خلي السكر برا. وعندك 2 سم هاري، فاتنا سكر برا. ازيك يا بيبو؟ هباب يا أستاذ فوكس، هباب. عارف ومش ناقصك انت كمان، دي الأنسة رندا خطيبتي. أهلا وسهلا، منورين روكسي كلها يا استاذ. روكسي ايه اللي هننورها؟ روكسي ايه؟ ما احنا متلقحين فيها من يوم ما اتولدنا. خلينا في المصيبه اللي انت لبستها لي دي. انت هتتبلع عليا ولا ايه؟ مفيش حد لبس مصيبه، انت مصيبتك يا جدعان. لا مش هياكل معايا الاداء المأساوي اللي انت عايشه ده خالص يا بيبو. ها اصحى معايا بقى عشان الدقيقه بفلوس دلوقتي يا عم بيبو. ركز لو سمحت، انت نصحتني اتاكل في الدولار، وانا سمعت نصيحتك واشتريت منك 12,500 دولار ب 100,000 جنيه عدا ونقدا. ما انت خدت الدولارات برضو عدا ونقدا يا عم، ما نصبتش عليك يعني. ما تبقاش انت والجنيه عليا في يوم واحد. ما هو علي انا كمان يا بني ادم، وانت اللي عكتني العكه السودا دي. خلاص يا عم فوكس، انا هكملها جدعانه معاك وهشتري منك الدولارات وبسعر الساعة دي كمان. معاك الفلوس هنا؟ اه معايا في العربية، جهز فلوسك على مطلع اجيبهم من بره. انا فلوسي جاهزة يا حبيبي، مش الدولارات معاكي في الشنطة يا رندا؟ اه معايا. تمام، 5 ورجعلي. اعزائي المشاهدين، بعد يوم حافل بالمعجزات والكرامات الاقتصادية، وبعد 3 هزات متوالية حققها الجنيه المصري عنتيل سوق المال العالمي على غريمه اللدود الدولار الأمريكي أخضر اللون والسمعة، إليكم الضربة القاسمة في أقل من ساعة فقط. استني يا مهبوش أنت دلوقتي. أنت طلعني في كل حتة ولا يا بنت؟ اهمدي 5 دقايق بس، الله لا يسيئك. ها اطلع أنت أخي بيبو بسرعة عشان تجيب الفلوس من العربية، ها قبل ما الدنيا تليل. الحتة برا مقطوعة وجو لبش اليومين دول، أنت عارف أي حد معاه جنيه دلوقتي هتلاقيه مرصود من المافيا الدولية للجنيه، وأنت هتجيب مبلغ مش قليل. أعزائي المشاهدين، نستأنف الخبر التاريخي، الضربة القاسمة. ما تتخرسي بقى يا ست انت بدل ما تديكي باللي في رجلي. انت طلعتي لي منين انت كمان؟ اسمع بس الخبر ده يا استاذ فوكس. يعني هتسمع الست يا عم بيبو؟ يلا يا عم روح هات لنا الفلوس بسرعة، خلينا نمشي، عندنا مستقبل يائس عايزين نلحق منه اي حاجة في الرمق الاخير. ارحمني بقى. طب ما حدش هيتحرك من قدام التلفزيون قبل ما اقول الخبر بتاعي،
ها ايه رايكم بقى يا رجاله؟ قولي 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 بس كده، ما اسمعش نفس بقى لحد ما خلص الكلمتين، وبعد كده بقلبوا المحطه خالص وريحوني من خلقتكم. انا عندي عيال طالعه من المدارس ولسه ما علقتش على الغدا. اعزائي المشاهدين، اليكم الضربه القاسمه. ارتفع سعر الجنيه المصري على الدولار الامريكي في حركة صعوده الرابعة خلال 5 ساعات بس في عين اللي سمع مني ولا صلى على النبي، ليصل لفارق 120 قرشا عن اخر ارتفاع له منذ ساعة الا ربع كده يعني. واليكم الخبر التحليلي في الريبورتاج المصور. انا اتحطمت يا رندا. الدولار ضاع يا فوكس، الدولار ضاع. بقولك ايه يا استاذ فوكس، ما تقعدوا كده وتاخدوا نفسكم المشوار، الدنيا لسه بدري والجو تراوح، انتوا مستعجلين ليه؟ واد يا برجاه 2 ليمون متلجين وصايه لاستاذ فوكس وضيوفه. 40,000 في يوم، هو في ايه بقى؟ امال العرافه دي كانت تقصد ايه؟ دي لو هي دي نتيجه اول لفه يبقى عبال ما تيجي اللفه الثالثه انا هبقى في العباسيه. ادي اخره كلام العرافه اللي انت صدقته. ها تحب تاخد اللي فاضلك من فلوسك ولا نقعد نروق دمنا بقى ونشرب الليمون؟ يوه انتوا جيتوا يا اولاد. الحمد لله يا طنط. عملت ايه يا ابني يا فوكس؟ طب مني يا ابني عملت ايه؟ الا انت سايبني وداخل اوضتك؟ ما ترد عليا يا ابني. ما تضايقيش نفسك يا طنط. ما ضايقش نفسي ازاي؟ انت شفتي اللي هو عمله ده؟ دخل اوضته من غير ما يرد عليا ورزع الباب في وشي. مش كده بالظبط يا حبيبتي، هو بس مش قادر يتكلم مع حد، تعبان ومخنوق وصعبان عليه نفسه وفلوسه. عارفه وحاسه يا بنتي. خسر كام؟ 40,000 من اصل 100. من اصل 100. خير في ده اي حاجه وحشه؟ ما دام انتوا الاثنين بخير يبقى الحمد لله، قدر ولطف. عارفه يا طنط، والله عارفه مش معترضه على قضاء ربنا، بس ما حدش فينا كان موافقه في موضوع الشغل بتاع العمله ده يعني من الاول. الموضوع كله بدا غلط، يشتري سوق سودا عشان يبيع سوق سودا برضه. ما بني على باطل فهو باطل يا طنط، وده باطل واضح وصريح وما فيهوش فصال. عارفه وهو كمان عارف اكتر مني ومنك، والا ما كانش خبى علينا. ساو خلاص حصل ومحدش بيتعلم ببلاش يا بنتي. بس ده بقاله كتير قوي بيتعلم وللاسف ما فيش حاجه بتفرق معاه. لا دي هتفرق، عشان دي هو اللي حاسبها وجري فيها لوحده وبمزاجه وبدماغه من غير ما ياخد كلمه من اي حد. يعني مش هيلاقي اي شماعه بسبب اي حد تاني عشان يعلق عليها غلطته، وهي دي بقى اللي هتفرق معايا يا حبيبتي. يا رب يا طنط مجيد. على فكره المشكله اصلا مش فينا، المشكله فيه هو. طول ما هو حاطط في دماغه حكايه العرافه دي مش هنعرف نخليه يقتنع باي حاجه تانية. واحنا ليه نبقى رافضينها اصلا يا رند؟ ايه اللي بتقوليه ده بس؟ عايزانا نصدق في حكايه الدجل اللي ماسكه دماغه ونسايره فيها تاني بعد ما خسر بسببها كل الفلوس دي؟ لا احنا مش هنصدق ولا حاجه، بس هنسايره زي ما بتقولي. كلام الدجالين ده بيبقى دايما كلام عايم، ليه بدل المعنى 10؟ اللي دماغه شمال بيفهمه شمال، واللي يمين بياخده يمين. فهمتك يا طنط، يعني نحاول نغير له الطريقه اللي هو فاهم بيها الكلام في الاتجاه اللي يخليه يترجمه صح، وساعتها هيختار التصرفات الصح عشان يحقق اهدافه. مش هو ده قصدك؟ بالظبط كده يا حبيبي طنطك مجيده.